احتفلت القوات المسلحة بالعيد 54 لقوات الدفاع الجوي، والذي يواكب ذكرى بناء حائط الصواريخ في 30 من يونيو عام 1970. وعقد قائد قوات الدفاع الجوي اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي مؤتمرا صحفيا أكد خلاله أن رجال الدفاع الجوي يواصلون الليل بالنهار للدفاع عن سماء الوطن بكل تفان ولزيادة قدراتهم القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات. هيبة سماء مصر وأمنها هي مهمتهم، فلا يستطيع كائن من كان أن يعكر صفو سمائنا. فمهما بلغت التحديات، درع مصر وحصنها دوما قادر على الصد في أصعب الأوقات. إنهم رجال الدفاع الجوي. احتفلت القوات المسلحة بالعيد 54 لقوات الدفاع الجوي، والذي يواكب ذكرى بناء حائط الصواريخ في 30 من يونيو عام 1970. وبهذه المناسبة عقد اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي قائد قوات الدفاع الجوي مؤتمرا صحفيا أكد خلاله أن رجال الدفاع الجوي يواصلون الليل بالنهار للدفاع عن سماء الوطن بكل تفان وإخلاص، واضعين نصب أعينهم تطوير وتحديث أسلحتهم لزيادة قدراتهم القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات، موجها التحية لأبطال ومقاتلي الدفاع الجوي الأوائل. نحتفل اليوم بالذكرى 54 لعيد الدفاع الجوي إعلانا بالوفاء والإجلال للشهداء والرواد الأوائل أبطال قوات الدفاع الجوي الذين ضحوا بالغالي والنفيس حتى تعلو راية الوطن خفاقة. ففي مثل هذا اليوم تمكنت تجمعات الدفاع الجوي ولأول مرة من إسقاط 12 طائرة فانتوم، واتخذت قوات الدفاع الجوي يوم 30 من يونيو عام 1970 عيدا لها لتسطر قوات الدفاع الجوي أروع الصفحات وتضع اللبنة الأولى في صرح الانتصار العظيم للجيش المصري خلال حرب أكتوبر 73. وأشار إلى ما تملكه قوات الدفاع الجوي من قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لرجال الدفاع الجوي المرابطين في كافة ربوع الوطن، متحملين مسؤولية الدفاع بإخلاص واقتدار عن سماء الوطن، لا فرق عندهم بين سلم وحرب. أبنائي من قوات الدفاع الجوي، كونوا على قدر المسؤولية وعند حسن الظن بكم، مستفيدين من دروس الماضي ومسلحين بخبرات الحاضر، واضعين نصب أعينكم مخاطر المستقبل التي تتطلب التحديث والتطوير لبناء مستقبل مشرق لوطننا الحبيب. وقدم اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة السياسية على الدعم المستمر لتطوير القدرات القتالية لقوات الدفاع الجوي. ويشرفني ويشرف قوات الدفاع الجوي بأن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددين العهد لسيادته أن نظل دوما جنودا أوفياء حافظين العهد، مستمرين في التطوير والتحديث لنحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها. حفظ الله مصر وحفظ جيشها ووقاها وشعبها شر الفتن.